لو أطيل عليكم هي مسيرة لأكثر من 50 سنة من العطاء، فلا يجب أن نختصرها في بضعة دقائق. أتمنى أن تكونوا معنا في ليلة أستاذ حسن القدميري، ليلة ممتعة إن شاء الله. نحيو التكريم ديال الفنان والملحن سي حسن القدميري، وبهذه المناسبة عندنا واحد الشرف كبير، كنا الموسيقيين المطربين في هذه الليلة باش نحيو هذا الحفل اللي كيتعد من أحسن ما دارت جمعية عشاق الطرب الأصيل، وحنا فخورين بهذا الهرم الملحن الكبير سيدي حسن القدميري الغني عن التعريف. وكنتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم تكون واحد الأمسية طربية 100%، وشكرا. صراحة كل سنة فهو قليل في حق المستمع حسن القدميري، كل ما عمل يعني حقب من الزمن. تتشرف جمعية عشاق الطرب الأصيل بتكريم هرم من هرام الأغنية المغربية اللي هو سيدي حسن القدميري من الرواد. فاليوم كان عندنا شرف كبير، وانتم شفتوا واحد الجو كان يعني جو في ارقى الحلات، ولكن راه سيدي حسن القدميري يستاهل اكثر من ذلك. فكل كيفما كان هذا التكريم فهو قليل في حق سيدي حسن القدميري اللي تبارك الله ساهم بشكل كبير وبامتياز كبير في تطوير الاغنيه المغربيه العصريه والاصيله، اقول الاصيله. تحيه وتقدير لاستاذنا حسن القدميري. يشرفني انني نكون حاضر، ونكون حاضر من بين الشباب المغاربه اللي يتغنى باغاني خالده للملحن العبقري سيدي حسن القدميري. وكيشرفني ايضا ان سيدي حسن عطاني واحد الفرصه باش نعاود اغنيه من الروائع ديالو اللي كان غناها الرحيم محمد الحياني اللي هي قطعه ولباس. الحمد لله كنا سجلنا الحمد لله، ولقات واحد الاعجاب كبير عند الجمهور المغربي، والحمد لله الامسيه كانت رائعه جدا. الجمهور اللي كان حاضر جمهور راقي، جمهور يعني كاين واحد الاذن الموسيقيه اللي يعني فقدها الجمهور المغربي. والحمد لله عندنا جمعيات بحال هادو اللي كيطلبوا لنا سهرات طربيه وكيعطوا فرصه للناس اللي اصحاب الاذواق الراقيه باش يستمتعوا بالفن الاصيل. وان شاء الله كنوعدكم بالجديد ديالي اللي هو عباره عن ألبوم غنائي في مواضيع مختلفة، ما هو ديني ما هو اجتماعي، إن شاء الله غادي يكون قريبا في الأسواق. معكم الفنانة أميمة عبسالي. أول شيء كنشكر منبر الإعلامي جريدة الأصوات، كنشكر جزيلا كل شكر الحاضرين في هذا العرس المغربي اللي هو تكريم الأستاذ حسن القدميري. اللي كنت أنا مشاركين بين المشاركين اللي كانوا في مفرد السهرة اللي كانت منظمة من طرف جمعية عشاق الطرب الأصيل. كنشكر كل شخص كيشتغل بروح مغربية بروح وطنية بصدق، وأنه كيوصلنا الأغنية المغربية بهذا الشكل الصحيح. كنتمنى الله تعالى يحفظنا إن شاء الله الأستاذ حسن القدميري ويطول في عمره، والأستاذ محمود الإدريسي اللي كانوا حاضرين اليوم، ولالا عتيق عمار، بزاف ديال الأسامي اللي هما كبار واللي هما تسلمنا على يديهم. وكنتمنى لهم إن شاء الله طول العمر إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله نشارك في عدة دورات أخرى إن شاء الله لتكريم عدة رواد، رواد من رواد الأغنية المغربية اللي ديما تنكونوا ديما تنرجعوا ليهم، ديما تنسمعوا أغانيهم، وديما يعني كنحفظوها وديما كنغنيوها كل المهرجانات اللي كنشاركوا فيها. نتمنى ان شاء الله يكثروا بحال هاد
الملتقيات اللي كتقربنا من الاغنيه المغربيه وكتفتح باب للشباب والفنانين الشباب المغاربه انهم يشاركوا ويبدعوا ويغنيوا من الاغاني المغربيه العتيقه والعريقه اللي كنا كنسمعوها مني كنا صغار. شكرا. كنشكر جميع الافراد ديال هذه الجمعيه اللي تفضلت عليا بهذا التكريم. فرحان بهذا النهار لهذه الجمعية ديال التراب الأصيل التفتت ليا وفرحت بيا وهذه ذكرى ما ننساهاش وكنشكر الجميع وكنشكر المطربين الجميع كلهم والحضور كله وخصوصا الرئيس اللي هو كيفوح باللطف وبالاحساس الجميل وكنتمنى يعني نتلاقى معه مره اخرى مره ثانيه في وقت اخر احسن من هذا. كلمه من الاستاذ محمود الادريسي كنقدموا التهاني ديالنا القلبيه لهذا الرجل العظيم هذا الرجل المدرسة الكبيرة والمدرسة المغربية الأصيلة وأنا كنت فكر هذه 50 سنة أنا كنت أعمل في المجموعة الصوتية بالجوق الوطني فإذا بنا كنا كنمرنوا شي حاجة وإذا بنا سي أحمد البيضاوي اللي كان الله يرحمه كان هو البواب ديال الفنانين ما يخليش شي واحد يدوز الفن من غير الى ما كان فنان حقيقي. حنا جالسين هكا وهو داخل وداخل مع سيدي حسن هادي راه في الاواخر ديال الستينات انا كنت في المجموعه الصوتيه فاذا به كيقول جوك اول مره كنشوف شي واحد كيلحن الدارجه المغربيه بشكل القصيده له من الاحساس وبدا كيشكر فيه اجيو تسمعوا اجيو تمرنوا فجلس هو بالعويد ديالو بقيت نعقل اغنيه ياك الجرح بران اغنيه ياك الجرح بران. السلام عليكم. اليوم في جمعية عشاق الطرب الأصيل كنحتفيو بأيقونة من أيقونات الأغنية المغربية سي حسن القدميري اللي كيحصلنا الشرف أننا نكرمو ونحتفيو به وهذا غير احتفاء بسيط جدا بالنسبة للعطاء اللي عطى الأغنية المغربية على مدى السنين وكنتمنى أن هاد الجينيراسيون الجداد اللي جايين الأجيال اللي جايين يسمعوا الكلمة الطيبة والجيدة واللحن المعطاء والموسيقى العربية المغربية ما بغيتش نقول كلاسيكية ولكن لا ميوزيك سافونت يعني تحنايا كان عندنا نغمات رائعة اللي يمكننا نحتفيو بها واللي يمكن لينا نفتخروا بها وسط العالم كله ماشي غير العالم العربي وكنتمنى ان الناس اللي غيكونوا معنا اليوم دوزوا شي ليله عربيه ممتازه ويفرحوا معنا بهذا السيد اللي ما عطيناهش حقه واخا نديروا له اللي نديروا له ما غاديش نعطيو حقه لانه هو عطى من روحه في الالحان ديالو وفي المكتسبات ديالو الفنيه. عائلة سيدي محمد الحياني مرحبا. الحاج محمد بن القرشي متقاعد وإطار قديم ودابا أنا تشرفت في هذا الشراء اللي استدعتني الجمعية ديال عشاق الطرب الأصيل رأسها السي بن منصور والفضل ديال صديق ديالي والأخ ديالي سي جواد بن نونا الذي نسبيت له وحقيقة هذه تشرف عليها كذلك الفنان الكبير والموسيقار العبقري سي صالح الشرقاوي ولهذه المناسبة تنعزيه في الوفاة ديال عمه وحقيقة هذه الليلة كنا تنحتفلوا بواحد الفنان كبير وملحن وهو حسن القدميري وبمناسبة كان القدميري والمرحوم الحداني والمرحوم الحداني كونوا واحد ثلاثي شوك لان داروا اغاني ممتازه الحياني كانت عنده ثاني مع ثلاثي مع
الاستاذ عبد الرفيع الجوهري المرحوم اسلام عامر. وحقيقة هذه ليلة تفكرنا ايامات وايامات. حسن هبه ربانيه، حسن هبه ربانيه، فارس اللحن يصل وجود. منين نبدا ومنين نتم؟ واش نقول في هذا اليوم؟ يا الباهيه يا الشجيه اجيني راضيه مرضيه، وانت يا القلم سمع صوتي وكتب وزمن في عالم الفن في حضرتنا اكبر شخصيه. هذه الليله كنحتفلوا بسهره من اروع السهرات، سهرات كريم سي حسن القدميري الملحن المشهور من امهر الملحنين في المغرب، الله يذكره بخير والله يخليه لينا. الاعتراف بالجميل لهذا الفنان العظيم. سعيد جدا بوجودي في هذا الحفل الجميل والكبير للسكريم جبل من جبال أطلس ديال المغربية، الأستاذ الملحن الفنان حسن القدميري. تبارك الله ما شاء الله، يعني الألحان كلها جميلة وراقية، وتتصور المغربية بواحد الطريقة راقية وجميلة وكلمات سلسة وحلوه. وكنشكر الجمعية اللي تكلفت بهذا التكريم، كنتمنى انه يكون تكريم ولا تكريم ان شاء الله، وهذا الشيء في صالح الاغنيه المغربيه. عز ملاك، انا فرحانه بالتكريم من الاستاذ الكبير يعني الاستاذ حسن القدميري، يعني من كبار الفنانه المغاربه. كان شرف انني غنيت في ايام حكومه الحسن الثاني اغنيه وطنيه، وان شاء الله غادي نغني به الاغاني عاطفيه. واليوم فرحانه بالتكريم ديالو، وتنشكر الجمعيه على هذه المبادره يعني اللي تتقدر فيها الفنان المغربي. اللي هذا يكفي حنا تجمعنا واحد المجموعه ديال الفنانين اللي شحال ما كنتشوفوش، وحال هذه المناسبه هو اللي تخلينا نشوفو يعني نتشوفو مع بعضنا ونحيو الرحيل. اللي كانت واحد الوقت اللي كنا كنتلاقاو غير في المناسبات الوطنيه اللي كنتمناوهم يرجعوا حتى هما. كنتمنى سيدي محمد السادس ناصر يرد لينا المناسبات الوطنيه باش نبقاو نغنيو الاغاني الوطنيه ونغنيو الاغنيه المغربيه، حيت كان واحد التنافس زوين ما بين الفنانه، ماشي حسد، لا، كان واحد الحب بيناتنا، واحد مابقاش نتلاقى تنسمعوا المامات اما شي حاجه، ولا تتلاقى بشي فنان كاع ما تتعرفوش للاسف والله. لكن نتمنى ان شاء الله بحال هاد المناسبات يعني يتكرروا بزاف، وشكرا لكم. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.